السلام عليكم طلاب. اليوم أول محاضرة بالمرحلة الرابعة اللي هي الأبدومينال وول والإمبليكلز. يعني أنا يعني حاولت أنه أشرح المحاضرة لأن ماكو فد شلون نقول ماكو فد واحد شارحها يعني بكل تفاصيلها باليوتيوب، أو حتى يعني انتبهت أنه بعض الكورسات يعني اللي مشتركين بها طلاب ما شرحينها المحاضرة، فيعني قررت أنه أشرحها وأوضح يعني كم معلومة بها. فنقول يا الله نتوكل. فأول شيء الإمبليكلز شو راح ناخذ بهاي المحاضرة وش تناول بيها؟ إذا صار عندي فد إنفلاميشن أو إنفكشن وصار عندي فد إنفلاميشن بالإمبليكلز اللي هي أنفولايتس نسميها، أو عندنا فد يصير هم فد إنفكشن بس كرونيك إنفكشن فيدي لي لا جرانوليشن تشو، فش راح أسميها بحال حالة اللي هو راح أسميها بالامبليكال جرانيلوما. والبايلونايدال ساينس اللي هو عبارة عن ناسور بس وين يصير في منطقة ال يعني الامبليكاس، فهو راح اسميه بالبايلونايدال ساينس يعني شلون شعر طاب بالامبليكال جوه، فتمسوي له فد يعني فد ساينس يعني فد شلون يعني تشيس بخراج وشي فيطلع لي للابدومينال وول بالانتيريال يبين عندي فتخرج راجو شيء والم فاسميه بايونايدال ساينس. وعندنا فت الفيستولا. شنو هو الفيستولا؟ الفيستولا هي عباره عن ربط بين تو ابيثيليوم، هذا ابيثيليوم وهذا ابيثيليوم، مثلا هذا ابيثيليوم مربوطات، هذا الربط اسميه بالفيستولا. زين عندنا فيكال ويورينري. شنو يعني فيكال؟ عندنا الفيتولو انتستينال داكت اللي هو تربط الانتستين ويامن ويا الامبليكال، هاي نعتبرها امبليكال، وهذا انتستين. فهذا الرابط بيناتهن شو اسميه؟ فيستولا. هنا ايش راح يصير؟ فيكال. يعني شنو فيكال؟ ان هو بالانتستين يطلع الفيكال، فراح تطلع لي تطلع على السره شلون؟ عن طريق هاي الفيستولا. هي المفروض تنمحي هاي الفيستولا، بس اذا بقت فشنو هاي اذا بقت راح اسوي انه الفيتر ماتيريا تطلع لي عن طريق الفيتينو انتستينال داكت اللي هي الفيتشولا نفسها، تطلع لي الى خارج الامبليكال بالانتيرا ابنما. او عندي فد نيو بلاستيك السريشن، نيو بلاستيك فد اثر نتيجه انه نتيجه تيومر يصير بها السريشن، ايضا راح تطلع فد فيكال ماتيريال. يعني هي ماتيريال مو فيكال انما هي ماتيريالز، اما تطلع عن طريق الفيتشولا الى الامبليكال. ايضا توبركلوسيس بيرتور of the peritoneum، بالبيريتونيوم صار فد تي بي اللي هو توبركلوسيس بكتيريوم، هم راح يصير فد انفلاميشن وخراج، هم راح يطلع لي هذا. فذني كلنا نعتبرن تحت خانة الفيكال الفيتشولا. اكو فيتشولا ثانية اللي هي يورناري يطلع بيها الادرار. الفيتشولا مين يصير؟ بين البلادر، بلادر ومنو هالمرة؟ البلادر والامبليكال، واضح؟ هاي الفيتشولا بين البلادر يطلع بيها يورناري اسميها الفيتشولا، بس شنو يورناري؟ نوع الفيتشولا يورناري، هاي نوع الفيتشولا فيكال. ووضحنا اسبابهن. نيو بلازما عندي بناين، نيو بلازم ماخذيها بالعام، نيو بلازم بناين هي اي اوما، هي عبارة عن ورم حميد ما عدا الاكسبشنز اللي ماخذيها، هذا اسميها بالراس بيري تيومرز. عندي اندومتريوما بالاندومتريوم مال يوترس اوما، ايضا هاي نيو بلازم. هم شنو تصير يعني وين هو؟ بالانتيريال ابدومينال يعني جوه، تطلع للخارج نيو بلازم على انتيريال ابدومينال. والله اهم دني انواع من البناين تيومرز اللي تصير منطقه الانتيريال ابدومينال. عندي مالجنت يا اما برايمري اللي هو الرير، يا اما سكندري كارسينوما. يعني شنو سكندري؟ اللي اسميه بالسيستر جوز نوديول، هاي كلش مهمه. هاي يجينا يعني منطقه مثلا اليوترس او الكولون او الاستومك او البريست، دني كلهن هذا التيوم يعني الكانسرز الموجود بهاي المناطق يصير بميتاستاسيس الما للانتيريا ابدومينال وول، اسميه بالسيستر جوست نوديولز. يا اما عندي هرنيه فد عندي فد ويكنس بالابدومينال وول مسلز، فراح تطلع لي المحتويات اللي برا فاسميها هرنيه. وعندي الامبليكال كاليكولس امبوليف اللي هو عباره عن شنو؟ فد ستونز تتكون يعني اندر امبليكس، فسميها بالامبليكال كالكولس يعني فد يعني
اللي هي الامبوليف يعني هو ستونز امبلايكا ستونز بصورة. هسه نجي عليها نشرحهم شوي شوي. بالبداية نبدأ بالانفلاميشن والانفولايتس. It is the infections and inflammation of the umbilicus. It is usually seen in newborn babies. هو عند infection صار inflammation يسموها itis and inflammations. فالumbilical cord يعني هو مين ينتج هذا الانفكشن؟ هو الumbilical cord بطبيعته يحتوي لي على فد بكتيريا. هاي البكتيريا اما تكون ستافيلوكوكاي اللي هي 57% او ستربتوكوكاي او الايكولاي او الكلوستريديوم تيتانس اللي يسوي لي التيتانس اوكيجنالي، بس اكثر شنو شنو هي ستافيلوكوكاي؟ هذا الامبلايكال كورد اللي هو مربوط بالصرع مع الطفل، فهذا اكثر الاحيان هو موجود شنو ببكتيريا، فهو اللي maybe cause the inflammations. فاني اذا اريد امنع هذا الانفلاميشن فيعني يجب شوت النيرسز والدكتورز لازم يسوون فد بروبر اسبتيك تكنيك تقنيه انه تنظف هذا البكتيريا عن طريق شنو؟ انه فد يغسلونه بشنو؟ بالكلور هيكسيدين سوليوشن. هاي الكلور هيكسيدين سوليوشن هي راح تقلل البكتيريا وراح تقلل الانفلاميشنز. شنو الاسباب اللي تسوي الانفلاميشن؟ مثل ما قلنا ليجيشن يربط للامبلايكال كورد، احنا مو سوي ليجيشن بالولاده بس شنو ما ننظفه اسبتيك بريكويشنز او شنو يا اما يعني مستشفى وسخه او اطباء وسخين فبور اسبسيس اون امبلايكال هياجينز او هو الاهل مالتهم وسخين فيكون بور اسبسيس اون امبلايكال هياجينز يعني شنو يعني ماكو تنظيف during delivery and after birth يعني اثناء وبعد الولاده. بكتيريا هاي البكتيريا قلنا ستاف والستريبت والجرام نيجاتيف والكلوستريديوم تيتانس اللي يسوي لي تيتانس يسوي لي انفولايتس. فهاي النوع من الانفولايتس هو التهاب اكيد يكون يعني شلون نقول ارثم يعني ارثم يعني شلون وردي بين دم صار عندي فازو دايليشن نتيجه يعني علامات مال انفلاميشنز وسوالوينج وبين والى هاي الديسشارج مرات اذا صار عندي فات باس او شيء فهي هاي اللي هو الانفلاميشنز. فيتشرز انفكشن هاي منين تجي هذا الانفكشنز منين يجي او يجي لي انفكشن مي بي سبريد هذا الانفكشن مو صار عندي انفلايتس نتيجة انفكشن فهذا الانفكشن اللي صار نتيجة يعني سوى الانفلايتس يقدر ينتشر عن طريق الهايبوغاستريك فيزلز اللي هو الانفيرور والسوبيرير هايبوغاستريك فينز اند ارتريز. وين تروح؟ مثلا يوديني للابدومينال وال يعني صار عندي التهاب بالصره وطلع عندي ابسس بالانتيرا ابدومينال وال يعني نتيجه الانفلاميشن صار عندي في الابدومينال ابسس. منين شلون انتشر؟ عن طريق الهايبوغاستريك فيزلز. اثنين هاي الانفكشن يمكن ما هو ممكن انه تروح للبيرتونيوم فتسوي لي بيرتونايتس. ان سيفير كيسز سبتاسيميا ممكن انه يروح الدم فيسوي لي سبتاسيميا. مرات يسوي لي جرانيولوما ليش؟ فصار عندي لوكالايزيشنز وكرونيك انفلاميشن فيدي لي لامبلايك الجرانيولوما وبيرلنت ديشارج يعني بيرلنت يعني فتشي ديشارج بيرلنت يعني يكون لونه اسود تقريبا على جوزي وريد وسوالوينج امبلايكاس اللي شفناها بالصوره السابقه ريد احمر ومنتفخ الامبلايكاس. شلون اسوي لها يعني هذا الانفلايتس شلون يعني ديشارج اخذه؟ اسوي لها كالتشرز واشوف يا بكتيريا مسببته حتى اعرف شو اعالج. فشنطي يعني هو عنده التهاب اعطيه انتي بايوتكس اكيد. اذا عنده ابسيس سايد كومبليكيشن للانفلايتس اسوي له درينج حتى واخره ومرات قليله انه اسوي له سيرجيكال ريموفال للالمن اذا صار عندي جرانيشن تشو لازم اشيله يعني لانه يعني نادر يصير جرانيشن بس اذا صار جرانيشن نتيجه هذا الالتهاب فلازم اشيله او اسوي له كوتري يعني شلون اكوي واستخدم وياه اللي هو الترايكلو رو اسيتيك اسيد او سيلفر نايترايت او الكوبر سولفيت سمول كوانتيتي يعني انه من يعني اشيله وهذا انظف بيه الجرح يعني هو حتى ما تنمو البكتيريا ويسوي لي يعني كومبليكيشن يعني اخر يعني كومبليكيشن ثانيات نتيجه هذا الانفلايتس. الكومبليكيشن قلنا ابسس اي اما جنجرين مرات يسوي لي ارسيريشنز اكستنس اوف دومينال ارسيريشنز يسوي لي سبتاسيميا يسوي لي بروتينايتس قلنا امبلايكال هيرنيا جرانيولوما يعني يسوي لي ويكنس بالابدومينال يسوي لي هيرنيا نيونيتال تيتانس يعني اذا كلوستيديوم تيتانس سوى لي يسوي تيتانس بورتال فين ثرومبوسيس اند بورتال هايبرتنشن ايضا يؤدي لي هذا الانفلايتس ونيونيتال جوندس نتيجه كولنج يعني ينتقل انفكشنز من هذا يروح للليفر ويؤدي لي يضرب لل يعني جول بلادر فيسوي لي كولونجايتس التهاب بالجول بلادر يعني شو وقت يصير 6 ويكس افتر
تشارلز يعني من يولد ورا شهر ونص يصير عنده هاي الحالة وينتهي بجوندس، وأيضا يصير عندي ليفر أبسس أيضا نتيجة شنو إنه الإنفكشن انتقلت للليفر. شلون يعني الطفل عنده الأمبليكال فينز أو هذا يعني بطن أمه عنده الأمبليكال فينز اللي هي المفروض بعدين تنسد يعني، فتنتقل الانفكشن عن طريق هذه الامبلايكال فين من الامبلايكاس تروح للليفر، فتسوي لي الكولونجايتس والليفر ابسس وتسوي لي جوندس بالاخير ايضا، وايضا يسوي لي بورتال فين ثرمبوسيس اند بورتال هايبرتنشنز. واضح ان انا هسه شنو هاي اشوف هذا الابسس ابدومينال ابسس نتيجه انفلايتس، وهذا هنا هم فد هم فد ايضا هم ابسس نا صاير عندي. فهو هذا اللي هو شنو الاول موضوع خلاص ميما هو الانفلايتس. الانفلايتس هسه مثل ما عرفنا هذا انفكشنز اسبابه من يسوي شنو اشوف يا ما اشوف هيك وهيك وهيك شنو الانفستيجيشن اسوي ديتشارج شلون العلاج انتي بايوتيك اذا عندي كورونا اشيلها وهاي الكومبليكيشن مالته وهاي الصور مالته يجي الامبلايكال جرانيولوما نفس ذاك بس عباره عن كرونيك انفكشن فيسوي لي جرانيولوما. واضح يحدث باي ايج بس اكثر شيء بالاطفال قلنا يعني شلون يكون الامبلايك بريزنت از شنو موجود شلون يجيني يجيني ديتشارج يعني يطلع خراج تندر يوجعه من اضغط عليه يوجع ريد احمر سويلنج فروم ذا امبلايك بليد اون تاتش يعني نفس الانفلايتس شلون هنا ديتشارج مالته الهاي بس شنو هنا يختلف انه تندرنس وريد سويلنج نفسه وشنو يعني بس اطخ يصير بليدنج. واضح لازم انه اميز الجرانيولوما عن يا اما اميزها عن الادينوما يعني اعرف انه مو ماس عباره عن جرانيولوما يعني عباره عن كرونيك انفكشن سي جرانيليشن تشو واميز عن الانوماليز اوف فيتينو انتستينال داكت شلون اعالجها اعالجها يا اما طب انتي بايوتكس يعني هو جرانيولوما انطي انتي بايوتكس وفد اسوي لها تنظيف عن طريق السيلفر نايترايت ودراي دريسينج يعني شنو دريسينج فشي جاف يعني دا بيها فت خراج امسحه دراي دريسينج يعني جا يعني شلون الكلينس جاف او فتشي يعني معقم يكون شيله مرات تحتاج انه اشيل الجرانيوما او امبلايكتومي يعني الريل اللي انه اشيل الصره كلها يعني هي بس صار جرانيوما. واضح فيعني لازم اميزه هاي هي الجرانيولوما شوف هاي الجرانيولوما هم بها ديتشارج وذاك شنو الفرق عن الانفلايتس هاي يكون جرانيولوما تندر يكون بليدنج اون تاتش شنو الانوماليز اوف فيتينو انتستينال تراكت داكت احنا بالولد قصدي بالاطفال الصغار عندنا هذا البيبي البيبي يكون هذا اليورك ساك مالته قول يورك ساك وهذا شنو هذا هاي الانتستين مالته بالبداية يكونوا مربوطين عن طريق الـ intestinal vitelline duct. هاي الـ intestinal vitelline duct المفروض بعدين شنو يصير بيها obliteration تنسد حتى شنو ينفصل الـ duct عن الـ هذا اللي هو الـ اللي هو الـ يعني الـ York sac. واضح؟ الاسم الثاني مال vitelline intestinal duct هو الـ onfo mesenteric duct. فإذا صار عندي anomalies أنا ما راح أشرح لها الصور يعني هاي الكتابة بس راح اوضح لكم على الصور. فاذا بقت الانتستين فيتيلاين داكت تسمي قلنا فيستولا هاي باقيه يسميها فيستولا زين اذا انسدت انسدت الداكت بس تبقى مفتوحه بس من اليورك ساك اللي هو اللي بعدين يصير امبلايكال تبقى شو اسميها هذا ساينس اذا مسدوده من الجهتين مفتوحة بس بالنص يسمي سيست إذا انسدت هنا بس شنو بقى البداية مالتها اللي قريبة على الداكت على الانتستين تسمي دايفورتيكولم واضح وإذا انسدت بيناتهن بس ما صار بيها obliteration بقت كباند يعني كفت شيء يعني calcified band شريط calcified ما يعبر من أشي بس هو عبارة عن calcifications هذا شو أسميه بالباند أبدا ترجع تقرأ نفس الشيء أبدا بقى completely patent يعني بقى كامل أسميه فيتشولة البورشن القريب من يمه
الامبلايك اسبقه شو اسمي ساينس. هذا الساينس شنو؟ الميوكوزا مرات تطلع خارج الامبلايكل فتؤدي لي مرات تؤدي لي لا امبلايكل ادينوما. يعني سبب من اسباب الامبلايكل ادينوما هو الامبلايكل ساينس. ادينوما يعني بناين تيومر اوف ذا امبلايكس. الدكت اذا انسدت من جهتين وبقى بس جوا يعني بنص الابدومين مفتوحه اسمي سيست. اذا البتناين دكت وش اوبليتريت يعني انسدت فتؤدي لي الى باند. قلنا هذا الكلاسيفيكيشن باند. هذا الباند شو يسوي لي؟ مرات يسوي انتستينال اوبستراكشنز يسد لي الامعاء، ومرات يسوي لي فولفلس او انترنال هرنيشن يسوي لي هرنية نتيجه بقاء هذا الكلاسيفيكيشن الباند. انتستينال اند اذا بس من جهه الانتستين بقى مفتوح سميه ميكلز دايفرتيكولم. هذا الميكلز دايفرتيكولم يا اما يسوي لي دايفرتيكولايتس او مرات يسوي لي ايضا اوبستراكشنز. واضح؟ هذا يكون متصل ايضا بباند، هذا الفايبرس باند، شلون الفوقا يتصل بمن؟ بالامبلايكس، فايضا يؤدي الى اوبستراكشن ايضا ودايفرتيكولايتس. شنو الانفستيكيشنز اللي اسويها للواحد عنده فيستشوله او عنده يعني الاسباب كلهم؟ يعني اول شيء اسوي له فيستشولوجرام. اساس عندي انا مو عندي ثاني خمستين. اذا شو اسوي الانفستيكيشن فيستشولوجرام اسوي له مرات الترا ساوند او راديو ايزوتوب ستديز. فيستشولوجرام يعني اشوف شنو شاكو بالفيستشولا، هاي هي مزوده كلها لا لا. الترا ساوند ابدومين اشوف شاكو بالابدومين. راديو ايزوتوب ستدي يا اما اذا عندي اوبستراكشن صار عندي بالامعاء، ف مالتيبل اير فلويد راح يعني هواء وفلويد راح يتجمع بالانتستينز. فمن اسوي بالريكت بوزيشنز اكس راي ايش راح اشوف؟ اشوف هواء وفلويد متجمعات. هاي بحاله الاوبستراكشن ذا موجوده. هاي بصوره عامه الانفستيكيشنز ذني. بعدين راح نيجي ناخذ وحده وحده بالتفصيل شو نسوي هي الفيستولا لو ساينس عندي. واضح؟ فالتريتمنت او هي تريتمنت ما شنو؟ اسوي اكسجين اشيل الانتهاي الدكت، واذا عندي اوبستراكشن او عندي دايفرتيكولم ايضا اشيله. ريسكشن للدايفرتيكولم واكسجين المن للفيترو انتستينال دكت. فهاي كلهن اشيلهن. هاي شوفها هاي طالع لي قدام يعني مربوطه. هاي هي الفيستولز. امبلايكال ساينس شنو قلنا؟ ساينس الساينس اللي هي القريبه من الامبلايكاس وتكون مفتوحه على الامبلايكاس. منين شنو اسبابها؟ يا اما بقاء الفيترونتستينال تراكت بارشيالي توورد امبلايكاس سايد يعني مفتوحه من الامبلايكاس سايد، يا اما وجود اليوركس من شرحنا انه بين البلادر هذا اليوركس ذا بقى هم يسوي لي ساينس. التوبركلوسيس ايضا يسوي لي ساينس. والامبلايكال انفكشن ايضا يجوز يسوي لي ساينس. باس باس ويتجمع على جوه شلون الجيب بيحتوي على باس يسوي هم ساينس. الاون بليف اللي قلنا انه الستونز مال امبلايكس منين تجي؟ هاي ديسكوميتد يعني تقشر الابيثيليوم مال امبلايكس راح يعني الابيثيليوم مال امبلايكس راح تتقشر وتنحفر الطب جوه انسبيتيتد ان ذا امبلايكال فراح يصير عندي فدرسس فالجيب. هذا شي يحتوي هذا الجيب او ايش راح يصير بيه؟ حيصير عندي فد بلاك برون كالرد ستونز حصوايه ستونز يعني حصوه لونها اسود اور جوزي. هاي شو تسوي لي؟ هاي الحصوه راح تسوي لي الساينس او تسوي لي انفكشنز. البايرنيديال ساينس اللي هو الناسور يعني شعره يتنكس اللي جوا هم يسوي لي فد جيب داخل جو الامبلايكس ايضا يسوي لي ساينس. واليوريكس والمالجنسي ان يوريكس ايضا راح يسوي لي الساينس. هذا شنو الفيتشرز مال ساينس؟ اكيد بين سويلينج ديتشارج اند تنس ان ذا بلايكس. اكو غير ذني الاسباب؟ لا يعني ذني اكو بين ديتشارج تنس وفيتشرز اوف ذا سبيسيفيك كوز. مثلا عندي ماجنسي اي فيتشر مالته، اذا عندي بايونيديال ساينس هم فيتشر مالته، توبركلوزيس ايضا في فار نايت سويت والى اخره من السمتس اوف توبركلوزيس. واضح؟ يعني بدي اشرح سريع صحيح بس يعني هو ماده يعني شويه بس تفهم الفكره مالتها البقيه كلش سهل يعني تربط بهن يقوم. يعني هسه نجي على البين تندنس كل المشابهات يعني. انفستيجيشنز هنا شدزه ما طول عندي توبركلوسيس فادس اي اف بي اللي هو ما توبركلوسيس اللي هو الاسيد فاست بيز اسيد فاست ستينز. اذا عندي مالجنانت فاسوي له سايتولوجي فور ذا مالجنانسي، واذا عندي ديسشارج اذا اسوي له كالتشرز.
يعني حسب الاعراض مالته دز ساينوجرام مو ساينوجرام. اذا عندي فيتشولا فيتشولوجرام الترا ساوند سي تي سكان موجوده بالفيتشولا وبالساينس نفس السي وتشيست اكس راي والاي اس ار هذا اهم شيء الاي اس ار موجود هنا بالمن بالساينس يعني عندي فد انفكشن فيرتفع الاي اس ار تريتمنت اعالج الكوست تبركلوزز اعالجه انتي بايوتيك انطي انتي تبركلوزز انطي امبلكتومي اذا احتاج ما اسوي امبلكتومي يعني اشيل الامبلايكس فهاي يعني من التريتمنت مال من مال ساينسز بس نجي على الفيتشولا لا مو الفيتشولا وينها فيتشولا جرومز اي هسه هاي الامبلايكال ادينوما ريسبوري تيومر هسه بعدين نرجع لها بس خلاص اشرح الفيتشولا الفيتشولا هي بيتنت مال فينتنتسن داك واليوركاس والبوستيرجيكال تبركلوزز هذان ثلاث اسباب الاول والثاني والثالث نفس نفس الفيتشولا والساينسز كلينيكال فيتشر نفسهم ديسشارج ياما فيكال ياما يوريناري ميوكويد ديسشارج يعني هاي عرفنا هذيك اهم ديسشارج بيها هنا يصير عندي فد ريكرنت انفكشنز بين تدرنس اند اكسوريشن ان اراوند ذا امبلايكاس يعني تطلع المواد خارج يعني على الامبلايكاس وريكرنت انفكشن ذيك ما يصير ريكرنت انفكشن بس ما كاتبين هنا ريكرنت انفكشن نفس الاعراض تقريبا شنو بذاك ذاك ساينوجرام هنا في سيلوجرام سي تي نفس الشيء discharge study إذا عندي هاي إذا AFB acid base acid fast يعني الصبغة مال acid fast base يعني مال tuberculosis وأيضا ultrasound نفس هذا treatment هناك هم antibiotics و هناك antibiotic أو يعني وعالج السبب إذا tuberculosis وشنو بعد وهذا امبلاكتومي هنا شنو التريتمنت التريتمنت فيتشلكتومي يصير الفيتشلا واذا عندي فد باول سيجمنت اللي هو دايفرتوكلام يصير دايفرتوكلام هم اشيله يعني فيتو تنسنا تراك وانستموسيس وذا باول يعني اثنين اشيله اذا هاي متصله بهذا هم اشيلهن واذا عندي دايفرتوكلام هم اشيله اي فشنو اشيل الفيتشلا اوصل وين اوصل للسيرفس مال الاليوم وخيط السيرفس مال الاليوم شلون اخيطه يا مال فيركل او السيلك سيوتشرز يعني اشيل يعني بصوره عامه اشيل الفيتو انتستان تراكت اللي يربط الانتستان الاليوم ويربطه بالامبلاك اشيله واخيط الاليوم شلون اخيط الاليوم عن طريق الفيركل او السيلك يعني هنا ماكو انتي بايتك ما شنو مو مثل ذاك ذاك انتي بايتك امبلايكال ادينوما يعني ريسبري تيومر هذا فد بناين تيومرز شلون يصير لي هذا التيومرز يصير لي اكثر شيء نتيجه الساينسز يعني قلنا انه اتس كومنلي سينت فاد نتيجه بارشال اوبريتيتد فينتنتسنت توورد امبلايكال يعني عندي فد ساينس هي الساينس ادي لي امبلايكال ادينوما لذلك راح نشوف انه ساينس ورا شنو قبل ادينوما فانا عندي ساينس فشو راح يطلع راح يطلع لي برولابس مال ميوكوزا برولابس مال ميوكوزا يطلع لي على امبلايكال فصار عندي شلون الماس هي الادينوما تكون ريد سويلينج حمراء ريد سويلينج يكون رطبه وميوكس واذا مناطق خاصه عندي فدهم بليدنج انما تشبه لي جرانيولوما وايضا ديسشارج باس ثرو ذا امبلايكاس يعني يكون نفس الشيء هاي سويلينج ومويس تكون ريدنس هسه اشوفكم اياها هيستولوجي شو اشوف بيها كولمينري بيثيليوم سيل وذ جوبلس سيل كولمينري بيثيليوم سيل وذ جوبلس سيل هاي امبلايكال جرانيلوما ديفرنشال دايجنوستس لازم شنو يعني يا اما تكون امبلايكال جرانيلوما يا اما تكون امبلايكال ادينوما واضح يعني لازم اميز عن الامبلايكال جرانيلوما treatment if the tumor pinniculated affirm ligatures is did route it so that tumor will fall of the few days if it repair umbilicectomy don't هذا شو اسوي له راح اسوي له فد ligation يعني شلون اجي فد شيء يضغط عليه هيجي يضغط دائره ما دائره around it من يضغط عليه راح ينزل شوي شوي تنزل ادينوما تنزل يعني هذا الماس يقل واذا اختفى فما اسوي شيء بس اذا رجع مره ثانيه وظهر اسوي لهم بيكتومي يعني اشيل لهم بلاكاس
Sometimes there may be a patent vitreointestinal duct or mucous diverticulum. إذا هذا الشيء أدينوما ويا هم diverticulum وموجودة هاي الدكت vitreointestinal duct فأشيلهن كلهن أشيلهن. يعني أشيلهن بسيار جري. Umbilical adenoma does not disappear after silver nitrate. يعني هاي الأدينوما يعني إذا يعني ضيف لها silver nitrate أو application يعني خلي له هاي المادة ما راح تقد ما يفيد بها إلا أكثر شيء شنو يا أما ligatures ligation أسوي لها يا أما هذا قلنا سيرجيكال أشيلها. Patent uricus. اليوريكاس عرفنا إنه شنو نفس الانتستينال يعني فيتيلو انتستينال دكت. اليوريكاس يربط البلادر وهذا إذا بقى بالبداية سمي ساينس بالنص سيست دايفرتيكولام إذا باتجاه البلادر نفذ ذيك بالضبط فما يحتاج شيء. يعني شو اسوي ايش راح يصير عندي ايضا ريكارت انفكشن اندي بليدنج بين ان ذا امبلايكاس اند بيلو ريكارت يورينر انفكشن بيرسنت ديسشارج فروم امبلايك. يعني شيء يطلع لي مثلا دي اذا طلع لي يورين ديسشارج من الامبلايكال يورين زين المن يعرض لي اذا انفكشن يعني ماده نمو بكتيريا اذا يروح ومو بس للامبلايكال انفكشن لا يسوي لي ايضا ريكارت يورينر انفكشن وين بالبلادر انقريب على البلادر وبين وين بالامبلايكس وجوه ليش ان سبرا بيوبيك موجوده اللي هو البلادر فيسوي لي بين ان امبلايكس اند بلو فيستولا جرام ايضا هو هنا معس عندي فيستولا الترا ساوند ديتشارج اناليسيس يورين اناليسيس انا اضافه ليش ان يورين سيرجيكال اكسجن اسوي له يعني ازاله امبلايكال اكسجن ايضا مالجنسي ادينو كارسينوما وتوبركلوز كان اكن ان ذا بيتنت يوركس يعني المالجنسي ادينو كارسينوما وتوبركلوز ايضا تحدث ممكن تحدث وين بالبيتنت يوركس يعني نفس ديشه بالضبط هيهم صوره توضح البيرست ابدومينال ديهيسز ديهيسنز هاي خليه يعني هاي ال البيرست ابدومينال ديهيسز اكوت ووند فيلر هاي عباره عن عندي ديستريبيوشن اوف لابراتوري ووند يعني من اخيط لابراتوري افتح بطني ومن اخيطه ينفتح الووند between 5th 8th post operative day بعد العملية ليش؟ لأن مرات السيوتشرز تكون عكس ال دي عكس الليارات يعني ديب لايرز مال الابدومين فذلك تنفتح الخيوط إذا مثلا خيطت البروتونيوم والركتا الشيث وانفتحن فراح الابدومين تطلع لي قدام مكونات الابدومين تطلع لي قدام يعني تنفجر الابدومين تطلع لي قدام acute wound failure this was over the separation of abdominal muscle muscular neurotic apineurotic يعني المسلز والفيشة كلها تنمس يعني تنفصل وتطلع الابدومينال وول هاي 2% كمان other than technique deep wound infection ما مو بس السيوتشر ذا بين خلل اما اذا صار عندي انفكشن انفكشن راح يقلل نسبه يعني الشفاء فيخلي ايضا السيوتشر تنفتح اذا ازداد الابدوم الضغط داخل الابدوم ايضا راح يخلي المكونات تطلع برا a sudden feeling of giving away from wound يعني هي هاي تحدث بالخمس الى ثمانيه بوست ابرتيف نتيجه السيفير كف اذا فات عندي كف قوي ايضا حيزيد الابدومينال هذا وتطلع لي المواد خارج الابدومين شو وقتها بعد العمليه شنو الفاكتور ريليتد تو بيرست يعني تنفجر الابدومين يا اما الخيط المختار غير صحيح يا اما او الكونتينوس كلوجر يعني كونتينوس خيط مباشر هيك يسوي مو انتربتد انتربتد يعني اخيط وارجع اخيط يعني اذا فتح واحده يبقى ثانيه مفتوحه فالكونتينوس هو مور لايكلي يعني اكثر واحد يصير بيه ينفتح الخيط مالته يقول لك اذا خيط بالطول يكون ايضا مور لايكلي انه يصير بيستربت يعني ترانسفيرس يكون اقوى مثلا اذا عندي بروتونايتس او اني انفكشن حيقلل لي الووند هيلينج اذا صار عندي فت كاب او انترا ابدومينال بريشر ايضا راح يسوي لي هذا اذا فت عنده فت ديزيز مثل انيميا او جوندس او هايبر بروتينيميا او ياخذ ديابيتس او هو هايبو كومبرومايز بيشنت او هايبو يعني اميونيتي ايضا راح يصير عنده فت يقلل الووند ريكفري البينكش سيروغونيسيس ديشارج سالمون كلر هذا هم اذا عندي باس ايضا راح يقلل الشفاء اذا عندي فد كويلز اوف انتستين اور اومنتم تطلع يعني تدفع لي الووند يعني انا هاي الكويلز ما رابطها جوا فتدفع لي الووند ايضا راح يفتح لي الووند يعني انا شلون احس الووند اخلي اصبعي واشوف اكو دا يدفع المحتوى تدفع لي الووند برا لا
علاج اللي هو هاي الوند ديزيز نيزو غاستك اسبيريشن. انا ما اريد اكل داخل معدتي لان احس اذا طلع لان انا عندي ديزيز جاي يطلع برا فيسوي انفكشن فلازم اسحب نيزو غاستك اسبيريشن راح يصير عندي ديهايدريشن اعوض اي في فلويد اسوي له سيرجري تخدير اعيد خياطته بس هالمره خيطه شلون عن طريق النون ابزوربابل سيوتشر يصير اقوى من الابزوربابل عن طريق الريد والرابر بلاستيك كولر تنشن سيوتش يعني فالتكنيك اربط الخيط عن طريق الريد روبر او البلاستيك كولر واخيط انطي انتيبايتك ايضا واي بي استمر بيهن خلصت العمليه يعني يوجوالي يعني بعد هاي العمليه الثانيه ما راح يصير عندي فد يعني بيرست ابدوم يعني يطلع الابدوم الخارج بس هي يعني معرض انه يصير عندي هرنية بعدين فعالجها بعدين اكو تقنيات ثانيه انفتحت جديده البيولوجيكال دريسنج والووند فاكيوم يعني استخدم مش او يعني جهاز اقلل الضغط على الخياط واسوي منطقه هيت هاده دافيه حتى يعني خلي الجرح يعني الجرح اخلي الجرح يعني يطيب اسرع بس اشوف هاي البيولوجيكال دريسنج شنو يعني نسيتها شويه اكستينز يوتلايز تريتمنت كرونيك وونت سوتش از ديابيتس استون اسول فيديوز هاي دريسنج هو مش مثل ما قلت لكم مش تكنيك يعني نيو ار بريزنت ميثود اوف مانجمنت ذا بيرست ابدومين قلنا تكنيكات جديده صارت هي هذا اللي حنشرحين فانا اذا عندي هذا مثلا انفتح الجرح الاطفال الاطراف مالته نيكروتيك ميته فلازم اسوي ديبريدمنت يعني اشيل هاي الاطراف الميته واقلل التنشن على الووند كلوجر مو ساد الجرح بالخياط اقلل التنشن عليه يعني شلون اقلل التنشن يعني وان شود نوت اتيمت فورسبل ووند كلوجر يعني هنا شو يقول لي يعني يعني شلون تقول ان وونز شود نوت اتيمت فورسبل ووند كلوجر ها ده يقول لك لا تسد الخيوط كلش قوي نا فورسبل ووند كلوجر يعني بني اذا زاد الانترا ابدومينال بريشر راح يصير عندي شنو يعني اني يعني شلون تقول يعني الشاده كلش قوي ما منطي مرونه له وبعده ما شافي ما منطي مرونه بالخيط فهنا الخيط يعني هو وصار ضغط جوا الابدومين كلش قوي فهنا راح ينفتح الخيط من فتح الخيط راح تطلع المكونات برا فلازم انا انه خيط الطريقه انه ما يصير عندي اذا زاد الضغط داخل هذا يعني السيوتشر يعني تتمزق الوند اند كونتنت ار ها هنا شو اسوي بهاي الطريقه الجديده اخلي كفرد يعني هاي المحتويات مال الابدومين يعني اسوي لها مش شبكه فوقها او اجيب لها بروثيسز يعني هو يا اما عن طريق كادفيرز مال الانسان يا اما عن طريق البروكاين خنزير يعني ديرمس مال الانسان وفد خلايا ديسيلريتد يعني فد نسيج ما بي خلايا من البروكاين يعني اللي هو من هو هذا اللي هو الخنزير وش اسوي له اسده للكونتنت من فوق وادفعها جوا واخيط فوقها فيعني هنا راح يصير اقل انه ما راح يصير عندي شيء ريدي هينسز يعني ما راح تنفتح مره ثانيه هذا تمنع الباور ديسكشن يعني تمنع انه الباور تتمزق وتمنع البكتيريا انفكشن الطريقه الثانيه الووند فاكيوم سيستم هاش استخدم في الجهاز اخليه على الخلايا المفتوحه يعني هاي يعني كونتنت مالتها وش اسوي له اسحب سكشن ابيريتر سو سحاب يعني جهاز سحب هاش يسوي لي حيسوي لي كفرج يغطي لي الكونتنت وما يخلي لي وما يفقد الحراره ويقلل لي الضغط داخل الابدومين ويقلل لي الباور اوديما والكونتينيشن يعني الجهاز هو يعني يخلي فوق الوند ويسوي ويزيد البلاد فلو لذلك حيسرع لي الهيلينج Once wound granulate wound is closed with a primary closure or with skin grafting. إذا صار عندي فد
wound granulate. صار عندي granulation wound. هذا أسده يا أما بالبرايمري كلوجر أو أحتاج وياه شنو skin graft or flaps depending on the size of the wound. صار عندي granulation يعني منطقة مفتوحة ماكو جلد، يا أما برايمري كلوجر أسده أو أزرع وياه ويا برايمري كلوجر شنو skin graft or flaps. يعني وصلنا ابدومينال وول تيومرز، نكمل بالفيديو الثاني.